السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة بأمر الله هنعمل غدوة جميلة جدا، هنعملها بطريقة جديدة. أنا عملتها قبل كده بس كانت طريقة تانية، دي طريقة جديدة وما تحتاريش في الغدا خالص. جربي الطريقة دي والله العظيم هتعجبك أوي أوي أوي. مكوناتنا النهاردة إيه؟ معايا البطاطس مقوراها تقويرة دي كده أهي، ولازم تكون صغيرة كبيرة. لأ، عارفة البطاطس بتاعت السليق، يقولوا عايزة البطاطس بتاعت السليق الصغننة، هي دي لمقاديرنا النهاردة. معايا فلفل ألوان أخضر وأحمر وأصفر، بس ده هنركنه على جنب. ده الحشو اللي طلع من قلب البطاطس من جوه، برضك هركنه على جنب، هو والصلصة وكل حاجة. ومعايا لحمة مفرومة ماشي، أقل من نص كيلو بشوية، نص كيلو لحمة مفرومة. معايا حزمة بقدونس متقطعة كده، معايا بصلايه مبشوره بالميه بتاعتها، ما تشيليش الميه بتاعتها، عايزه الميه بتاعتها ماشي، يبقى البصلايه مبشوره بالميه بتاعتها. معايا هريسه فلفل احمر. التوابل بتاعتي اللي هحطها على تتبيله اللحمه، معايا نص معلقه كمون، معايا بهارات لحمه، معايا ملح، معايا نص معلقه فلفل اسود، معايا نص معلقه بابريكا، معايا اقل من نص معلقه كزبره ناشفه. ماشي، عرفنا مقاديرنا. يبقى هنا هحط التوابل دي كلها على قلب اللحمة كده. هنزل بالبصلاية كلها بالمية بتاعتها ماشي، والهريسة. يبقى دي تتبيلة اللحمة اللي هنحشيها في قلب البطاطس. وضفنا الهريسة كده والتوابل والبصل، البقدونس، يبقى نحط معاها ايه؟ حزمة بقدونس. وابتدي ان انا ادخل المكونات دي كلها في قلب اللحمة. دي الحشوة اللي هتتحط في قلب البطاطس. وفي نفس الوقت سهلة وسريعة وما تاخدش معاكي وقت خالص. دي انا عملتها اول حاجة خالص، عشان دي هركنها على جنب تتبل على جنب كده، هتقعد لها تلت ساعة بالظبط عقبال ما هعمل البطاطس، هشوحها بطريقه جديده هنشوفها مع بعض دلوقتي. بس دي خلاص كده اهي، هسيبها بقى تلت ساعه. كل ما بتسيبي اللحمه في التتبيله كل ما بتديكي طعم اجمل. ولو عايزه تجهزيها قبليها بساعتين ثلاثه افضل ماشي. هسيبها كده. نيجي بقى للبطاطس بتاعتنا، دي ودي هنسيبها في الاخر خالص، احنا محتاجين البطاطس دي بس دلوقتي. وحته زبده كده على حته سمنه بلدي ماشي، او عامله ايه بقى. معايا معلقه ثوم مهروسه، والله غدوة تحفة تحفة هتعجبك، وهنشوف في الآخر النتيجة. هعمل ايه بقى؟ امسك البطاطس بتاعتي كده واقوم نازلة بيها. انا عايزاها تاخد صدمة لمدة 10 دقايق كده في قلب الثوم والسمنة البلدي، وهبتدي برضك اشوحها كده.
وابتدي اشوح فيها بالطريقه دي كده. والله ريحتها تجنن مع التومه، ريحتها تحفه. بصي بتبتدي تشوحي فيها لمده 10 دقايق، هتلاقي اللون بتاعها غير شويه، يعني ادى اللون المصفر، مخلهاش بيضه. انا عملتها قبل كده بس يعتبر ني في ني، انما دي طريقه جديده خالص. مش حرمكم من حاجه، واي طريقه جديده بعرفها لكم على طول، عشان ولا تحترف غدا ولا اي حاجه. والله سريعه وطعمها جميل جدا، جربيها هتعجبك قوي قوي. بصوا اللون الجميل ده اهو، انا عايزاها كده. بصي نفس الطريقه كده، اللي تلاقيها لسه مبيضه تقوم قلباها على الناحيه الثانيه كده. تبتدي تقلبي فيها كلها بنفس الطريقه كده. خلاص هي كده فاضل لها دقيقتين، وهطفي عليها تهدى ونعمل الحشو مع بعض. وجهي فضيتها كده، هاجي بقى للحشو بتاع الصينيه من تحت كده، اقوم حاطه البطاطس اللي اتبقت مني والفلفل الالوان وبصلايه حلقات كده ماشي، واحط بقى ايه حبه فلفل اسود، نص معلقه كمان، نص معلقه بابريكا كده، معلقه كمون، معلقة ملح بالمكيال ده كده، وابتدي ان انا ايه ادخل كل المكونات دي في بعض كده. بصي شكلها، والله ريحتها تحفة تحفة، ريحتها جميلة جدا. هاجي بقى اجيب اللحمه بتاعتي واجيب البطاطس، وابتدي ان انا ايه احط الحشو بتاعها كده. المره اللي فاتت عصجنا اللحمه، المره دي لا، تبلناها كده وهنحطها وهي متبله من غير ما تتعصج اهو بنفس الطريقه، ووقفها بالطريقه دي كده. نعمل دي مع بعض بردك اهي، وبتضغطي اللحمه لتحت، بس اهم حاجه ما تضغطيش جامد عشان ما تفرقعيش البطاطسايه اهو بنفس الطريقه. التوم وحته السمنه البلدي مخلين البطاطس ريحتها تحفه، والله بجد بجد جربي الطريقه دي هتعجبك قوي قوي. ودوري وابحثي مش هتلاقي الطريقه بتاعتي دي. يعني كل جديد فعلا بتلاقيه عندي. وكده اهو الحشو بتاعها خلص اهو. هعمل ايه الصلصه بتاعتي، واقوم نازله بيها على الوش كده. واحط لها كم حته زبده صفرا على الوش بنفس الطريقه،
واحطها على النار لمدة ربع ساعة او تلت ساعة، القوطة دي تتشرب كلها، وادخلها على الشواية لمدة 5 دقايق ونرجع نقدمها مع بعض. كده خلصت معانا خالص اهي، زي ما قلت لكم خدت تلت ساعة على النار و5 دقايق على الشواية، وادي الشكل النهائي بتاعها. بصي طريقة سهلة وشفتيها، ومقادير برضك بسيطة وسهلة، امشي على الطريقة من اولها لاخرها هتعرفي تعمليها مظبوط. بصي بصي الشكل النهائي، نغرفها بقى ونقدمها سوا. وكده اكلتنا النهاردة سهلة وبسيطة اهي، يا رب تعجبكم. ده الشكل النهائي بتاعها، بصي وذوقي بقى اجمل طعم واجمل اكل ممكن تشوفيه، واجمل غدوة ممكن تشوفيها، وانت هتحكمي بنفسك لما تجربيها. امشي على المقادير والطريقة، بجد والله العظيم جميلة جدا هتعجبك. لو عجبتكم الوصفة والطريقة ما تنسونيش باللايك والاشتراك والدعوة الحلوة، والسلام عليكم ورحمة الله.